معذرة السيد الوزير، معذرة ننتقل إلى السؤال الموجه إلى السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وموضوعه إدماج حامل الشهادات من موظفي القطاعات العمومية والجماعات الترابية، والكلمة لأحد السادة المستشارين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال، فليتفضل. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة المستشارين. يعتبر التكوين والتكوين المستمر احد شويه ديال الهدوء، الله يخليكم، احد المستشارين يتقدم بسؤاله المرجو اعطائه الفرصه. تفضل. لا مش عليا الوقت، رجع لانت. تفضل. عاود التوقيت الله يخليك. تفضل سيد المستشار. يعتبر التكوين المستمر احد الدعامات وركائز تطوير وتحديث الاداره العموميه والخدمه العموميه. هذا الشيء اللي كانت فعلا الحكومه عندها اراده لتطوير الخدمه العموميه، وقد صدق الموظفون الشعارات التي رفعتها الحكومه حول هذا الموضوع، وبادروا الى متابعه دراستهم وحصلوا على شواهد عليا تقنيه مختصه بادلين جهودا جما للرفع من مستوى تكوينهم والرقي بمستوى ادائهم داخل الاداره. لكن الحكومه عوض تتميم هذه الجهود وادماج هؤلاء الموظفين في الادارات المناسبه للشواهد المحصل عليها اغلقت كل الابواب في وجوههم، رغم استعداد بعض الوزراء وبعض الوزارات لحل مشاكل هؤلاء الموظفين، وبعض الادارات وبعض الوزارات كوزاره التربيه الوطنيه التي سوت وضعيه مجمل موظفيها. لذا نسالكم السيد الوزير عن التصور ديال الحكومه لحل هذا المشكل، والمبادرات التي تنوون القيام بها لانصاف هؤلاء الموظفين، وشكرا. شكرا السيد المستشار. كلمه السيد الوزير للاجابه على السؤال. شكرا السيد الرئيس. انت اسف السيد الرئيس اننا نسمع في هذه القبه المحترمه مس بالمؤسسه ديال الدوله باعضاء ديال الحكومه. كنتمنى الله ان النقاش ديالنا يلقى شويه ونحترموا بعضياتنا. شكرا السيد الرئيس. جوابا على السؤال، الولوج الى الوظائف العموميه يخضع لمبادئ اساسيه اسست ونزلت كمضامين للدستور في اطار الاستحقاق والفرص باقرار المباراه كآليه توحد الحدود وتكافئ الفرص للولوج الى الوظائف العموميه. اذا الشهادات المحصل عليها من طرف الموظفين اللي كيتابعوا الدراسات ديالهم تيخضعوا لنفس المبادئ. الى بغى يترقى وهو عنده ديبلوم كيتقدم للمباراه الداخليه او مباراه في قطاع اخر، وتقدم بحاله بحال الموظفين بحال المرشحين الاخرين. ولا يمكن الاقرار بان الموظفين لهم الحق وحدهم في الولوج الى هذه الوظائف، ويعتبر هذا اقصاء لمرشحين الاخرين. النقطه الثانيه، للموظفين بعض الاستثناءات وبعض التسهيلات بالنسبه للمرشحين الاخرين. اولا المقياس ديال السن المحدد ب 45 سنه لعموم المرشحين، فلا حد له بالنسبه للمرشحين الموظفين. كذلك بالنسبه يعني الترخيص لاجتياز المباراه. ثانيا الاحتفاظ
بالترقية وبالامتيازات التي كانت له في سلاليم السابقة. أما التكوين المستمر فهذا أمر داخلي يمكن الارتقاء داخليا ولا يمكن اعتباره. يعني هناك التكوين المستمر الذي يلزم الإدارة والذي تابعه الموظف بالتزام من الإدارة وبتوافق مع الإدارة، غير الشهادات المحصل عليها خارج هذا الإطار. شكرا. شكرا السيد الوزير، والكلمة لحد السادة المستشارين في إطار التعقيب. شكرا سيد الوزير، سيد رئيس، السادة الوزراء، سيدات والسادة المستشارون. في الحقيقة الجواب ديال السيد الوزير نصب خاصة على موضوع التوظيف ماشي موضوع الترقية بالشواهد، علما أن موضوع التوظيف فيه نقاش ولكن مش هذا موضوع سؤالنا، علما أن موضوع الترقية بالشواهد لهذه الناس اللي داروا مجهود ذاتي وكونوا راسهم بطريقتهم، وفي بدل اننا نشجعوهم كنحطوهم وكنمنعوهم من ترقي بالشهاده، علما ان المحاكم الاداريه اذا لجاوا اليها كتحكم لهم بتسويه حسب الشهاده المحصل عليها. هذه من جهه. ثانيا كاين استثناءات اللي كاينه في التربيه الوطنيه، التربيه الوطنيه جوج موظفين، واحد تابع للنظام الاساسي الخاص بالتربيه الوطنيه عنده الامكانيه ديال الترقيه بالشهاده، والموظفين التابعين للنظام الاساسي المشترك ما بين الوزارات ما عندوش هذا الحق. حاجه اخرى، الاساتذه ديال الدكاتره الحاملين الموظفين ديال التربيه الوطنيه الحاملين للدكتوره فتحتوا لهم المجال، درتوا استثناءات وفتحتوا لهم المجال انهم يتحول لهم المنصب المالي، وكان استثناء في الماليه يتحول لهم المنصب المالي باش يمكن لهم يلتحقوا بالجامعات. وكاين ايضا المنتدبين القضائيين اللي هما تا هما استثناء. سيد الوزير انتم عارفين اهميه الشواهد، اهميه الحصول على شهاده، وانتم اللي تم يعني الكلام عبر الصحف انكم يعني مع منصبكم الوزاري سجلتوا من جديد في الكليه للحصول على الشهاده رغم ما قيل من ضجه على عدم توفركم على البكالوريوس. شكرا السيده المستشاره المحترمه، انتهى الوقت. شكرا شكرا. كلمه السيد الوزير للرد على التعقيب في حدود الثواني المتبقيه. الى ما عندكش اطلاع على السيره ديالي نعطيها لك. انت كتقرا الفيسبوك بزاف وما فيش الحقيقه. فيما يخص الولوج الى الوظائف العموميه يشترط المباراة للاستحقاق ولتكافؤ الفرص، ماشي اللي قرا خصنا نوجدوا له البوست ديالو، لا يمكن. وما يمكنش نحصروا هذا الشيء على الناس اللي كيشتغلوا وعندهم دبلومات، فاللي خارجين من الإدارة العمومية حتى هما مغاربة وعندهم الحق يتقدموا للمباريات باش يولجوا للوظائف، ما عندها حتى علاقه بها. نقطة السيد الوزير اللي كاين، كاين السيد الوزير المحترم وكان في كتاب الضبط السيد الوزير التربية الوطنية كانت حالات انتقالية واستثنائية. شكرا. انتهى العمل بها. بلغت الرسالة. شكرا السيد الوزير. شكرا السيد الوزير. شكرا.